موسى عليه السلام قال لله عز وجل فيما روي عنه، قال له يا رب كيف ترفع السماوات السبع من غير ما تتعب ولا تنعس؟ قال له الله عز وجل يا موسى خذ قدحين من الماء فاجعل قدح في يمنك وقدح في يسراك ثم قم بهما. وضع موسى قدح من الماء في يمينه وقدح من الماء يساره وقام بهما، فبينما هو قائم نعس، سقطت يداه، سقط القدحان، انكب الماء، انكسر القدحان، صحى موسى قال يا رب اعذرني، يا رب اغفر لي، اخذتني نومه، اخذتني سنه، فسقط القدحان من يدي وانكب الماء وانكسر. فناداه الله يا موسى وعزتي وجلالي لو أني تأخذني سنة أو نوم لحصل للسماوات السبع والأراضين مثل ما حصل لقدحين في يدك.